استوديو عبد العالي دايما سنرتزي هذه مهدية المغاربة والجزائر خوا خوا يا سكر في حديدة وشديت التريل هالبره وشارك ديت ما بغتش تفيل يا سكر في حديدة وشديت التريل هالبره وشارك ديت ما بغتش تفيل شربت حبة وضربت مراها أجوان يا المسخوطة تلحت لي عغانا قفلت البيبان شربت حبة ضربت مراها أجوان يا المسخوطة غرات انتحر وانا قفلت البيبان اللي حيني حوري ونستازة وهو الشيخ عبد العالي واه يا شاب سلت الفرج خرجوا قالوا لي طاب اعطيني بروسي بلا ما نوقف يا شاب يا سكر في حديده وشديت الدريل هالبره وشارك ديت ما بغاتش تفيل شربت حبه وضربت موراها جوان يا المسخوطه غرات انتحر وانا قفلت البيبان قال لك سكران حاكم الطرس اللي نخلت سفاها اللي نخلت غنقلب الدوران طلعوا للجبال صافيت مورايا حال غنقلب الدوران طلعوا للجبال صافيت مورايا وما عنديش حال عيشدوني في الحبس يختلني البرد يا زهواني ونسكر يعجبني العرض عيشدوني في الحبس يختلني البرد عزهواني ونسكر يعجبني العرض امي يا سكر في حديده وشديت الدريل هالبره وشارك ديت ما بغتش تفيل شربت حبة وضربت موراها جوان يا المسخوطة غرات انتحر وانا قفلت البيبان ماشي انت وعي اغي سكرت وانتشرت ماشي طبيعي علوتو انت ابويا وماشي انت وعي اغي سكرت وانتشرت ماشي طبيعي في دي سارو تشيفور بلا فيرمي معايا الساطع ليلة نحيا حلامي في دي سارو تشيفور بلا فيرمي معايا الساطع ليلة نحيا حلامي يا سكر في حديدة وشديت الدريل هالبره وشارك ديت ما بغتش تفيل شربت حبة وضربت موراها جوان يا المسخوطة غرات انتحر وانا قفلت البيت